هوس في البلد دي والله الذي لا اله غيره حجبات يبيعوا فيها كمون يبيعوه ودعة الدواء نساوين تلملما رجال في السوق امشن لمرة اشربوا الجبنة وتجي مرة بتاع الدستور تلف وتقع وتسوي وتعمل وترمي ما بعرف ايه وكذا قبل ايام واحد لقيته في السادة الثورة بيقول له البيعيه قصير جدا ومشهور في في المنطقه قال في حاجه سرقوها قال في الفريق وفي الناس الفريق ديل قالوا شغله دي غاليه ونمشي لفكيه مشوا للفقيه قال لهم نجيبوا اكثر زول مشهور في الفريق قال حكى لي وبرا قال جونانا قال لي يا انت مشهور تعال راح قال جيت معاه قال الفقيه قال لي مد يدك قال مديت يدي في لهب مرق منه معقولة لاب مرق باليد اصله غاز مد يده قال قال اداني فنجان قال لي عاين في شنو عاينت ما لقيت اي شيء قال فنجان قال بعد شوية قال لي عاين زي الناس انت غمد غمدتا. هفتح افتح فتحتها ماله عنده مشكلة في الكهرباء افتح غمد شفت شيء قال له والله ما شفت اي شيء يا ناس قال لهم زولكم كنت خاف يا ناس خاف خاف ما خاف السرق الحاجة انت ولا ما عارفه في النهاية ما عرفه ياخدها والسايق في فنجان بيجيب له حرامي حرامي اللي قال فنجان بيشرب وبيبقى مارق يا ناس دي دي اغلى الليلة في الفناجين وفي كذا ويسووا اغاني اغاني شركية بعد الزمان بيغنوا وكذا ويكذبوا على البنات وما في حتى رسالة رسالة تجيك تحميك النوم بقوا جابوها شيرك عديل كذي معلش كلامنا ذو سخون لكن قلبوها شيرك عديل كذي ست الودع ارمي الودع اي أيوة وداعيه دجاله كذابه راجله يديها ثلاثه طلقات ورا بعض كرر خليها تبقى مارقه والله الذي لا اله غيره هاوس. قال ست الودع ارمي الودع لي كشكشي يكشكشكن زيت يهرسكن هرزكن شوفيه لي كان فيه شيء قوليه لي ما تختشي هسي دي امه تمشي لقدام ارموا فيه ست الويع يا اخي بكره بيحصل لك كذا بعد بكره بتنكسر بعد وليه تعتر لك تنكسر؟ شوف العقيده ما تثبت؟ اخونا الطيب ده, ده انا ما اعرفه جاء معاون ولا ما جاء اظنه ما جاء ده في هناك في شرق النيل قال الفكي واحد شيخ قال له انا دار لي ورقه من الصاقعه في صاقعه بردوها بورقه قال كتب لي ورقه شخبتها له قال له الله كمش الخلا ما بجيك بورقة ورقة بس الزول الجم قال لا شيخ تخاف الله في ورقة صد لها صاقعة قال لا ما درويش اسوي لجنه كان كان تراهو صاقعة ما طقته بيقول حميته انا وكان طقته الله ريحنا منه ثاني ما يجينا مرة واحدة يعني هم يستخفوا به دي والله الذي لا اله غيره حتى قلت لك حتى في الغنى العيون وعلق لك كمون يا كمون وما بعرف داق بيغادي برضو يا ب... يا بالطيب اكتب لي حجيب من مرض الحبيب ليه انت ما قادر لحد حجيب حجيب ذاته ما تام حجاب كله هوس انا ده كلامنا ده يا جماعه معليش نحن والله خايفين على الناس من عذاب الله تعالى دايرين نساوين ديل اتجردا عقيدتهم في الله براو والرجال عقيدتهم في الله براو ما ممكن قريه كامله يا اخي قريه لو جوا جيش بتاع حراميه يقتلون تلقى الغرية فيها رجال شنبات إربطوا بها تيران ما عدتان وكان جو حراميه يدقون بعد ده يجي واحد ينوم يصحى الصباح يقولون ابوي الشيخ يتبين في المنطقه الفلانيه يعلق يعني له قطعه يرجف الغرية شت بقطعه بس القطعه دي ما تهبشوها وابوي يتبين بجاي يتبين كيف يعني مرق من قبره ولا ما مرق؟ ما مرق، طيب تبين كيف؟ والله قال المنطقة دي وما تسووها يا ناس نحن فاضيين للحيين والصاحيين لما الناس تنوم تجيب لنا هوس وبلاوي الجنة بدي الله دي واحد اثنين النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له ما حافله اشتروها جديد يعلقوا لها مكشاشه واحد قال له انت معلق المكشاشه ليه؟ قال من العوارض بتقش العوارض قال اذا عوارض ولا اكياس دي قال مكشاشة من العوارض واحد برضه بيت معلق فيه قرون ما بنطحش قاتل له قرون في البيت واحد ثالث يبني له عماره من الساس تلقاه يطبح له خروف ويكشح الدم في الساس يقول لك عشان الشياطين ما يجوا فيه ويا دوب بيجوا انت ضبحت لهم ما بيجوا طب تلون لعن رسول الله في في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير من على الارض لعن الله من اوى محدثا اي مجرما مبتدعا او سارقا الى غير ذلك كلها هوس يا اخي اضبحوا لغير الله سبحانه وتعالى امشوا للقبه ابويا الشيخ لو ولدي نجح بطبح لك اضبحوا له ودارين يكتفوا له زول ودارين يسكتوه امشوا لساحر يقول لهم شيلوا الاوراق دي واضبحوا لكم عتود وافتحوا خشمه ودخلوا الاوراق جوا وربطوه تاني خلاص يتبكم ده ويدعوه في البحر تاني ما بتجيوشي اقرا الكرسي بتفرتق الشغل دي كلها والله الله بفرتق بها الشغل ده كله ما في حاجه اسمها حجبات ما في سحره يخاف منهم سحر موجود والسحره موجودون لكنهم لا شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السحره والساحر ليسوا بشيء والله سبحانه وتعالى قال: ولا يفلح الساحر حيث اتى حيث اتى ما بيفلح ما عندو شيء وما بقدم لك نفع الله قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولو قال ما يضرهم براء كفاية لكن عشان أكد لك ووريك إنه الساحر ده ما فيه خير إياك تمشي لو ما يضرهم ولا ينفعهم ما فيه نفع تلقاه يدعي علم الغيب يقول لك الرايحة بجيبه وأنا بجيب كذا وعندك ذهب راح أدفع البياض بجيب لك تحت المخدة تحت المخدة ده معناه راح والله الذي لا إله غيره بنوم وملقب بالخيرة ما الرسول ما نام بخيرة علم الصحابة دعاء الاستخارة صلوا ركعتين حديث جابر رضي الله عنه ويقولوا ذكر الاستخارة في صحيح البخاري كذا فيه العلم وفيه القدرة وفيه الفضل وفيه البركة إلى غير ذلك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الذكر والدعاء المعروف تقول دعاء الاستخارة راحت منك شيء أفتح بلاغ ده السبب أدعو الله سبحانه وتعالى الله قادر رجع لك حاجتك لو رجعت في الدنيا الحمد لله لو ما رجعت تلقاه قدام تلقاه قدام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون